اعتقد العالم أنه انتهى. نابليون سقط وحكم عليه بالنفي مدى الحياة. اعتقدت قوات التحالف الأوروبية أنهم لن يسمعوا عنه شيئاً، ولكنهم كانوا مخطئين. في أقل من 100 يوم سوف يتمكن نابليون من التحرر من منفى. سيسير إلى باريس وسيقود الجيش. سيستولي على القارة كلها في معركة ووترلو. إنها الحملة الأخيرة للمطالبة بإمبراطوريته والاستسلام إلى الأبد. في أحلك الأوقات، لحظة انبعاث هذا الغاز بدأت بسقوطه. عام 1814، الرجل الذي كانت أوروبا كلها تحت سيطرته أوشكت إمبراطوريته على الضياع منه. أرهب نابليون بونابرت قارة أوروبا كلها، والآن سوف يواجه الإرهاب بنفسه. إنها إهانة الهزيمة. البارحة أجبره أعداؤه من قوات التحالف، بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا، على التخلي عن عرشه. كلف طموح نابليون فرنسا ما يزيد على مليون قتيل. وفي لحظة انتهى كل شيء. اشتملت إمبراطوريته على أراض تمتد من موسكو إلى مصر، والآن فقد كل شيء. أصبحت فرنسا مجرد ظلال للمجد الذي كانت تزهو به. واجه الإمبراطور مستقبلاً مظلماً. اقتحم أعداؤه بوابات باريس. حكموا عليه بالنفي مدى الحياة. كان خائفاً مما سيواجهه، وكان يشعر بأن ماضيه يلاحقه. قرر بونابرت أن يبتعد. ابتلع كمية كبيرة من السم. بعد حوالي عقدين من الغزوات، استسلم نابليون. Napoleon clearly feels that the game is up. All the hopes that he's trying to wriggle out of this desperate situation, he suddenly finds that there's nothing else to do. He wanted to go out in a blaze of glory, and if he couldn't do it by winning, he wanted to do it by dying as gloriously as possible while he was still emperor. تصميم نابليون دفعه للانطلاق من تلال كورسيكا إلى شوارع الثورة الفرنسية. من أرض معركة روسيا إلى عرش الإمبراطورية الفرنسية التي كانت تنافس الإمبراطورية الرومانية القديمة. When Napoleon was just 23 years old, he was still unknown. Four years later, he was the greatest general France had seen in centuries. Two years after that, he was the ruler of France. Six years after that, he ruled the largest empire that Europe had seen, probably since the Romans. Napoleon was traumatized by the thought that with this signature, it was all going to end in a twinkling. لقد ذوت إمبراطوريته. فصمم نابليون على أن يموت معها، ولكن السم لم يعمل. هذا جعله يرجو طبيبه لإعطائه جرعة قاتلة أقوى، ولكن الطبيب رفض. I am not an assassin. Empereur. Empereur.
رهن نابليون على إمبراطوريته وخسر الرهان. ولكن الإمبراطورية كانت بعيدة عن النهاية. بينما كان نابليون يندب ماضيه، كانت قوات التحالف تقرر مستقبله. كتبوا معاهدة فونتينبلو التي احتوت على شروط تنازله والحكم عليه بالنفذ. لكن قوات التحالف واجهت معضلة، أين يمكنك أن تقوم بحبس نابليون؟ اختاروا جزيرة صغيرة تسمى إلبا، وتقع على بعد 9.5 كيلومترات من سواحل إيطاليا. حتى إن أعداءه سمحوا له بالاحتفاظ بلقبه الإمبراطوري، فأسموه إمبراطور إلبا. إلبا had the advantage of being an island, easily controlled, easily patrolled. Well, before Napoleon's arrival, Elba is a pretty small backwater. He was still allowed to keep his title of emperor. He was allowed to have an allowance from the French government of 2 million francs a year. Napoleon is too big a character to live on such a tiny place. It's like you've been managing a company and then you're asked to be the janitor. لكن الكثير من المندوبين كانوا يعتقدون أن إلبا قريبة جدا من أوروبا، ويجب ألا يتم احتجاز شخص خطير مثله فيها لوقت طويل. الوصول إلى إلبا يعني النجاة من رحلة خطرة عبر أراض خطرة، وهي فرنسا. إنها ممتلئة بأناس يكرهونه الآن، وهو يعلم كم من الممكن أن يكون جمهور الناس خطيرا، ذلك من الخبرة التي اكتسبها قبل 22 عاماً. أغسطس آب عام 1792، وقت الثورة. تعرض الملك لويس 16 للهجوم من قبل الشعب الفرنسي الذي جاب الشوارع منادياً بالديمقراطية. في عمر 23 انضم نابليون إلى تلك المظاهرة. في 10 أغسطس آب هجمت عصبة من الناس القصر لمواجهة الملك. كان نابليون يشاهد هذه الأحداث عن قرب. ما رأى سوف يلازمه إلى الأبد. ذبح الناس حراس الملك وقاموا بتقطيع جثثهم قطعا عدة. Napoleon said it was worse than any battlefield he had seen. It was carnage. Napoleon was absolutely horrified by this. He was someone who had a great deal of enthusiasm for the revolution, but when he saw this bloodshed, it simply confirmed in him a disdain, a contempt for the crowd. بعد 3 سنوات احتقار نابليون لحشود الناس قذفه إلى الصف الأول للثورة. في 5 أكتوبر تشرين الأول عام 1795 اتجهت عصبة من الرجال المتعاونين مع الملك إلى مجلس الثورة. تلقى نابليون الأوامر ليوقف هذا الهجوم، واستغل هذه الفرصة لصالحه. In the late summer of 1795, there were royalist protesters in Paris who wanted to overthrow the government, and the government called out the standing army. This was the first time in the history of the French Revolution that the army had been called out to suppress the crowds. اقتربت الجماهير بعدد يزيد على 20,000 شخص. أمر نابليون بألا تتم تعبئة المدافع بالقنابل العادية، بل بالقنابل العنقودية ليصيب بها عدداً أكبر من الناس مع كل قذيفة. They dragged the cannons up to a church in central Paris called Saint-Roch, not far from the Tuileries Palace. And as the royalists streamed down towards this church, Napoleon famously shouts, "Fire!" تم سحق الجماهير بأعداد ضخمة. It was just massive carnage, blood and death, and the crowd realized in one swoop, this was not crowd control like they'd ever known. تباهى نابليون لاحقا بأنه أخلى شوارع باريس بنفحة صغيرة من القنابل العنقودية. كانت مكافأته الترقية إلى منصب جنرال. لقد أغرق شوارع باريس بالدماء الفرنسية.
إنها لمحة صغيرة من الرعب الذي سيحصل في المستقبل. بعد 19 عاماً واجه نابليون أكبر مخاوفه، فشل في الانتحار، سيواجه مستقبلاً قاتماً، العزلة والنفي. Since death is no more willing to take me in bed than on the battlefield, I shall go on. طلب من الكولونيل البريطاني نيل كامبل أن يرافق نابليون إلى جزيرة إلبا وأن يراقبه جيداً في منفى. عندما وصل كامبل إلى فونتينبلو، وجد الإمبراطور السابق يعاني من انهيار عصبي. كان بونابرت يتعذب بسبب هزيمته. كان يغمى عليه باستمرار وكان يعض على أصابعه بقوة. Napoleon certainly had reason to fear assassination, and by 1814 he was really hated by a lot of the French. France was filled with, at this point, a great number of royalists who loathed and hated Napoleon and would have been happy to kill him. And so there was good reason to think that he could have been assassinated. ودع نابليون في آخر يوم له في فونتينبلو جنوده المخلصين له الحرس الإمبراطوري الفرنسي الشهير. I have sacrificed all my rights, and I'm ready to sacrifice myself. For all my life has been devoted to the happiness and glory of France. مع آخر صيحة من يحيى الإمبراطور، بدأت رحلة نابليون الفظيعة إلى المنفى. بدأت الرحلة إلى الجنوب، إلى مناطق عدائية. إن كانت لديه أي فرصة ليفوز برضا شعبه مرة أخرى، فعليه أن ينجو منهم أولاً. People were very angry with Napoleon because he had been promising them victories. He had been promising them one more effort and the empire will be established. And they had again and again provided armies with a kind of loyalty that no other general had enjoyed in modern history. And then it ended in a catastrophe. There are large parts of France that are unhappy with the way the regime has ended, and they want him to suffer for it. في مولا قامت مجموعة من مؤيدي الملكية بالهجوم على عربته وهم يصرخون فليحيى الملك. أمر نابليون السائق بأن يتحرك بسرعة. وفي أورغون كان هناك تمثال لنابليون معلق على منصة إعدام، عليها لافتة تهديد كتب فيها: هذا هو مصير الطاغية عاجلا أم آجلا. كان نابليون يشعر بالخوف الشديد، فتنكر في زي ساعي باري. إنها إهانة لم يشعر بمثلها منذ أن وصل إلى فرنسا عندما كان طفلا، أي قبل 35 عاما. عام 1779 جاء صبي عمره 9 سنوات من كورسيكا ليدرس في مدرسة النخبة العسكرية الفرنسية في بريان، ولكن نابليون بونابرت الصغير كان بالكاد يتكلم اللغة الفرنسية. زملاء نابليون لم يرحموه أبدا، سخروا من لهجته الإيطالية وتخلفه وعاداته القروية. Napoleon was exotic for them. He was an oddity. He came from Corsica. He spoke French with a heavy accent. He's only recently just learned French, really. And they make fun of him. They make his name sound like a piece of straw on your nose. Instead of Napoleon, it sounds like Napoleone, which means in French, you've got a piece of straw on your nose. كان هذا الصبي يشعر بالمرارة. كان يسمي زملائه في الصف باسم حمقى بالوراثة أو وباء هذه الأمة. أعلن قائلاً: سوف أسبب لهؤلاء الفرنسيين أكبر قدر ممكن من الأذى. تخرج نابليون عام 1784 ودخل المدرسة العسكرية الملكية، سرعان ما أصبح فرنسياً ووطنياً. سوف يجلب الأذى والمجد إلى الشعب الفرنسي الذي سخر منه.
بعد ذلك بأكثر من 30 عاما خطى نابليون آخر خطواته على تراب فرنسا الحبيبة. أبحر إلى إلبا وهو يشعر بالخوف من تعرضه للاغتيال بحماية مركب بريطاني صغير وليس سفينة فرنسية. أبحر ولكنه طالب بإطلاق 21 طلقة كتحية لإمبراطوري جزيرة إلبا. بعد أن تم نفي نابليون اجتمع أعداؤه للاحتفال بهزيمة هذا الطاغية. كان طغاة قوات التحالف بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا يخططون مستقبل فرنسا. في وسط التخطيط على مستوى العالم كان هناك رمز للتخطيط والمكائد، إنه معلم نابليون اسمه شارل موريس تاليران. Talleyrand served 6 regimes and betrayed 4. He is among your most talented and bright, but most duplicitous characters of all in the French Revolutionary and Napoleonic period. Talleyrand is one of the incredible characters of this period. He was born into a great French noble family. He embraced the revolution and then managed to stay active in almost every regime that followed for the next 30 years. عند انتهاء فترة نابليون قام تاليراند بالتحول إلى صف قوات التحالف واستطاع بمكره أن يعود إلى السلطة. لكن كانت هناك غيمة من الشك تغطي هذه الأحداث. هل إلبا بالفعل بعيدة كفاية؟ قال أحد المسؤولين إن وضع نابليون في إلبا كوضع بركان فيسوفيوس بجانب نابولي. When would the explosion occur? When would those 7 miles be crossed? When would Napoleon come back? It was just a matter of time. لن يكون السجن على شكل جزيرة قويا كفاية أمام قوة نابليون بونابرت. عام 1814 وصلت السفينة الحربية البريطانية إلى جزيرة إلبا وأنزلت حمولتها الثمينة إمبراطور الجزيرة الجديد نابليون بونابرت. إنها على بعد 9.5 كيلومترات فقط من السواحل الإيطالية. هذه الأرض الصغيرة هي المكان الذي سيتم حبس نابليون فيه. حالياً أخذت لجنة الترحيب نابليون إلى عاصمته الإمبراطورية الجديدة قرية بورتو فورايو وحولوا مبنى بلدية القرية إلى ما يشبه القصر. عرش الإمبراطور الجديد كنبة قديمة وبالية. باقي الجزيرة عبارة عن صخور وهي تمتد على طول 27 كيلومترا فقط. عدد سكانها 12,000 نسمة معظمهم من الفلاحين. إنها البديل المخزي للإمبراطورية التي أنشأها وحكمها 15 عاما. From the moment Napoleon set foot on Elba, he was thinking how he could recommence his fabulous destiny. When Napoleon got to Elba, clearly, he was thinking about ways to return to France. He was not somebody who was ready to settle down in retirement in a place like Elba, not yet. ولكن بينما كان نابليون يتعرف على منزله الجديد، كان هناك شخص آخر يتعرف على منزله القديم، القصر في باريس. تحول تاليراند حليف نابليون السابق إلى صانع ملوك. الرجل الذي سيدعمه للوصول إلى العرش هو أخ الراحل لويس 16. كان لويس 18 آخر ملوك فرنسا من العهد القديم، ولكن قوامه ووزنه الضخم لم يلهما الشعب بالحماسة على الإطلاق. Louis XVIII was fat, he was gouty, there were all sorts of rumors about his impotence, he was not a charismatic figure in the least, and
Nobody can be very charismatic in comparison with Napoleon. ورث لويس اقتصادا مدمرا بسبب حروب نابليون. قام بالاقتطاع من ميزانية الجيش وسرح ما يقارب 250,000 جندي من الخدمة كإهانة لنابليون. رفض أن يدفع معاشه. Obviously, among the people still loyal to Napoleon, particularly in the army, this did not go over well at all. كان نابليون مفلسا في سجنه. النفي ليس مقبولا، خصوصا لرجل أنجز المعجزات منذ أن قاد الرجال إلى الحرب قبل 18 عاما. آذار مارس عام 1796، بعد انتصار نابليون في حادثة القنابل العنقودية، قام أحد المسؤولين الفرنسيين بالتحذير: عليكم أن ترقوا هذا الرجل وإلا سيرقي نفسه. في عمر 26 أصبح نابليون قائدا وجنرالا ولديه مهمة صعبة، وهي الحملة التي لا نهاية لها ضد النمسا للسيطرة على شمال إيطاليا. قاد هذا الشاب ما يقارب 40,000 من الرجال الجياع وغير المسلحين بشكل جيد. When Napoleon took over the army of Italy in 1796, it was in desperate shape. The men did not have enough to eat. Their uniforms were in tatters. Above all, they didn't have the boots to march. One of his famous declarations is, "You are poorly fed, you are poorly dressed, and you've got no food, but we're going to win anyway." علم نابليون رجاله كيف يعيشون. كان يخيم معهم ويأكل معهم، وبهذا حصل على ولائهم التام. Napoleon was a psychologist, a psychologist of his men. At the moments of greatest pain and likeliest defeat, he was able to win superhuman amounts of suffering and devotion. ولكن هوس بونابرت كان سرعا. تسابق مع جنوده عبر جبال الألب وهاجم في المعارك بسرعة كبيرة لم يتوقعها أعداء. Napoleon moves faster and thinks faster than everybody else. His standard military credo is to make sure that I have more troops at any specific moment than the opponent. He always knows when is just the right moment to launch the attack. في إبريل نيسان عام 1796 هاجمت قوات نابليون شمال إيطاليا. في أقل من أسبوعين أنهى حربا كانت مستمرة منذ سنوات عدة. ثم نقل المعركة إلى النمسا. نقلها إلى مدينة لودي الحدودية، حيث مشى مع جنوده عبر الجسر مباشرة باتجاه المدافع النمساوية. دخل رجاله إلى كمين قاتل، ولكن سلاح الفرسان الفرنسي انقض على النمساويين، مقدما بذلك النصر المفاجئ لبونابرت المحظوظ. It wasn't any great battle. In fact, it was a bit of a mess. It wasn't a particularly great performance by Napoleon or by his army, but he won the battle and started to establish the legend. Napoleon is a great publicist. He is the master of spin. Throughout the whole of the Italian campaign, he's publishing his own newspapers, which say things like, floats like a butterfly, stings like a bee. This is the kind of thing he's printing in his own newspapers about himself. عبر الزمن حول نابليون الكارثة التي كانت على وشك الحصول في لودي إلى عمل شجاع ومبدع. نصره في إيطاليا جعله أكثر الضباط المحبوبين وأكثر الضباط قوة في فرنسا. The results of the first Italian campaign for Napoleon were extraordinary. French generals had been trying to conquer northern Italy for centuries, and none of them had succeeded. Napoleon not only succeeded, but seemed to do so almost effortlessly. He did what nobody else had done previously. That was enough to establish him as the most important general in France. ولكن ثقة الجماهير بهذا البطل تبخرت. كان بإمكانه أن يرسم حدود أوروبا، ولكن كان هناك شيء لم يتمكن من السيطرة عليه. إنها زوجته. قبل يومين من التوجه إلى إيطاليا، تزوج نابليون بامرأة أكبر منه بست سنوات، جوزيفين دوبورني. Josephine de Beauharnais was a very unlikely wife for Napoleon.
She was older than he was. She was a Creole, originally from the island of Martinique in the Caribbean. She had been widowed when her husband was sent to the guillotine in the revolution. Napoleon is obsessed with Josephine. He's completely bowled over by her, as we see from the early letters, these extraordinary, passionate letters that he writes day after day. صب هذا العاشق جميع عواطفه في الرسائل اليومية التي كان يرسلها من جبهة القتال، أما جوزيفين فلم ترسل أي رد عليها. I shall go berserk if I do not have a letter from you tomorrow. Never has destiny resisted my will. Napoleon insisted on constant displays of love from Josephine. There's one of the letters where he talks about, if you don't write back to me one of these days, I shall burst back in and I shall fly through the window and stab you with my little sword. And you think, little sword? So it is his little sword. So I think there's a metaphor for his little sword. I don't think it's a real sword that he's actually wielding there. أخيراً أدار هذا القائد الشاب ظهره للحب ووجه جميع عواطفه إلى ما كان يعرفه بشكل أفضل، الحرب. الآن وبعد 18 عاماً، في صيف عام 1814، أخذ نابليون يستجمع قواه من أجل حملة جديدة. إنه يعيش في قفص محتجز في مكان نائم على البحر المتوسط. هذا لن يرضي طموحه. He had been the master of all of Europe, everywhere from Portugal to Moscow, and to stuff him on an island that is 16 miles long and its wide is 7 miles with 12,000 inhabitants just wasn't going to do. When you are on a small island, once you have set in motion the machinery of civilization, there is nothing left to do but perish from the boredom, or to get away from it by some heroic venture. نابليون بونابرت على وشك أن يطلق هجوماً سوف يؤثر على أوروبا كلها. في عام 1815 كان نابليون مسجوناً في جزيرة إلبا منذ 10 أشهر، ولكن حتى في المنفى كان من الصعب أن يموت طموحه. قام بتحويل سجنه إلى مكان إمبراطوري. نابليون took the job of government seriously. And Elba was another chance to modernize. And I think then he ran out of things to do. بدأت الحياة في إلبا تقلد أسلوب المجتمع الباريسي. اتجه السياح إلى الجزيرة وهم يتوقون لرؤية نسر أوروبا. كان نابليون يتقصى الحقائق من الزوار. ما هي الأوضاع السياسية في فرنسا؟ كيف من الممكن أن يتم استقباله إن عاد؟ He keeps up the run of Elba social life. He keeps the kingdom of Elba running, and at the same time, he is in contact with Bonapartist supporters in France. Elba was not at the far end of the planet. It was easy for him to have news of Europe, of the continent of France. Napoleon was well aware of what was taking place in France and in Vienna. بينما أعادت قوات التحالف رسم خريطة فرنسا، كان نابليون يخطط للهرب من إلبا. كان يضع خطة عسكرية لاستعادة عرشه، والخطة تتطلب السرية التامة. كان جيش إلبا الرمزي كاملاً بسفينته الحربية المتقلبة. كانت متنكرة كسفينة من الأسطول البريطاني. سوف تكون ممتازة لخطة هروبه. جهز نابليون نفسه لإطلاق سلاحه الضخم المتمثل في السرعة والمفاجأة، وذلك ليعيد إنشاء إمبراطوريته. كان مسعاه صعبا جدا، ولكن ليس بالنسبة لرجل يحلم بأن يحكم العالم كله، وكان على وشك تحقيق هذا. عام 1798 كان الجنرال الشاب يحلم بقيادة الغزوات. كان حليفه في هذا الطموح هو تاليراند. اقترح وزير الخارجية الماكر هذا أن يبدأ بمصر. كانت بريطانيا تتحكم في التجارة العالمية.
دمر احتكارها للتجارة أقنعه تاليراند بأن يقطع عليها طريق المؤن الذي يمر من القاهرة. في 19 من مايو أيار أبحر نابليون مع أكثر من 35,000 رجل. في الأول من يوليو حزيران وصلت قواته الغازية قرب الإسكندرية. بدأوا بالسير لمسافة تزيد على 209 كيلومترات إلى القاهرة، ولكن المماليك الذين كانوا يحكمون مصر لم يستسلموا بسهولة. حشدوا قواتهم وجهزوا أنفسهم لطرد الغزاة الفرنسيين. في 21 من يوليو حزيران، وبينما كانت الأهرامات تلوح في الأفق، نشر نابليون جنوده على شكل مربع، كانت مدافعهم تتجه إلى الخارج. هرب المماليك إلى التلال على أحصنتهم، ولكن سيوفهم لم تكن تضاهي السلاح الفرنسي أبدا. French adopt the square tactics, and the attackers, of course, don't have firearms particularly. They're very good horsemen, but they can't really resist the carbines of the French army, and are mown down. فقد نابليون 30 رجلا في معركة الأهرامات، بينما قتل آلاف المماليك. فاز نابليون بمستعمرة جديدة لفرنسا، ولكن نصره تحول سريعاً إلى مصيدة. الأمراض والحر والحنين إلى الوطن قادت الكثير من الجنود إلى الانتحار. أرهقتهم هجمات المتمردين، ثم واجهوا عدواً قاتلاً، إنه الطاعون. What Napoleon found in Egypt was a horror show in terms of the state of development, the weather, the degree of enmity from the locals. He hadn't been prepared for that much warfare under those terrible conditions. ساعدت الأخبار التي تلقاها نابليون بحدوث مشاكل في الوطن على هربه من المستنقع المصري. تحرك تحالف أوروبي لاحتلال فرنسا. في 23 من آب أغسطس ترك نابليون جيوشه، أبحر عائدا إلى فرنسا. Napoleon left Egypt in 1799, and it looks very much like somebody deserting his post. It seemed for a while that the French Republic was on the brink of collapse. Napoleon was desperate to get back to France. He also felt that the moment had clearly come when he had to get back into the game of French politics. تحولت مصر إلى كابوس، ولكن نابليون استخدم عبقريته لتحويلها إلى نصر، إلى الغزوة الوطنية لأرض الفراعنة. When Napoleon got back to France in 1799, people didn't yet think of the Egyptian campaign as a disaster. France was still ruling Egypt, they'd conquered it. And Napoleon was still widely regarded as the great hero who had conquered this colony for France. عندما عاد إلى باريس وجد الفائز بمصر الحكومة في حالة من الفوضى، وأن الهيئتين التشريعيتين مجلس الأعيان ومجلس الخمسمائة كانا متوقفين تماما. كانت هذه الأزمة عبارة عن فرصة لمتآمرين طموحين، وهما تاليراند والسياسي المتواطئ جوزيف سييس. أراد سييس أن يسيطر على الحكومة، لذا خطط لاستغلال نابليون كقوة سياسية وكعتبة ترفعه إلى السلطة. Napoleon knew very well that after the coup he would be the one who would be able to call the shots. He was the one who had the loyalty of the army. He was the one who also had the great reputation among the people. CS had neither of these things. في 10 من نوفمبر تشرين الثاني قام نابليون بالتحرك. توجه إلى مجلس الأعيان وألقى خطابا مثيرا. You are sitting on a volcano. قام المجلس بإسكاته وأطلقوا عليه اسم ديكتاتور، ولكن نابليون لم يكن قد انتهى بعد. خرج غاضبا. Napoleon marched in with four grenadiers. That was illegal. It was against any constitutional right that a military commander with troops would enter the houses of government. It just didn't happen and it shouldn't happen. دخول نابليون بهذه الطريقة أشعل الفوضى. آذى وجهه قبل أن يتمكن حرسه من إنقاذه. For once in Napoleon's life, he was quite unsure of himself. He blustered, he faltered, he essentially ran out.
ثم ظهر رجل آخر من عائلة بونابرت وهو لوسيان أخو نابليون. بينما وقف نابليون مرتبكا قاد أخوه الجنود. أعلن لوسيان أن الجواسيس البريطانيين قد تسللوا إلى المجلس وهاجموا نابليون، ثم سحب سيفه ووجهه إلى قلب أخيه. You have a brother act, a one-two punch coming from Lucien and Napoleon Bonaparte. Lucien goes up to Napoleon, draws his sword, and said, if I thought this man, my own brother, were going to destroy the revolution and the constitution, I would slay him myself. هجم الجنود ودخلوا قاعة المجلس وأعلنوا سيطرتهم عليه. واندفع رجال المجلس للفرار. من لم يفر منهم أجبروه على الموافقة على الحكومة الجديدة التي يرأسها 3 أعضاء، ولكن بوجود العضو الأول بونابرت الذي كان يدير هذا الأمر. كان نابليون الجنرال الذي يبلغ 30 عاما هو حكومة فرنسا الفعلية والذي يجسد إرادة شعب فرنسا. بعد 15 عاما نابليون محتجز في المنفى، كان يشعر مجددا بالإرادة الوطنية تناديه للعودة إلى الوطن. كتب خطابا ليعلن عودته المجيدة إلى فرنسا. Frenchmen, in my exile your complaints and your desires have reached me. You have asked for the government of your choice. The eagle will fly from village spire, even to the towers of Notre Dame. الصقر الإمبراطوري على وشك الطيران. السادس والعشرون من فبراير شباط عام 1815. أخطر سجين في أوروبا على وشك الهرب. نابليون بونابرت سوف يهرب من جزيرة إلبا. بصحبة فريق من الحرس الإمبراطوري صعد نابليون إلى السفينة وأبحر عائدا إلى الوطن. إنه أسير طموحه. لقد أراد نابليون الحصول على إمبراطوريته مجددا. الإمبراطورية التي فرضها على العالم عندما نصب نفسه إمبراطورا قبل حوالي 10 سنوات. بعد الحصول على السلطة كالمستشار الأول، قام نابليون بترسيخ الاستقرار على الفور في البلاد وتخلص من نوبات العنف التي هزت فرنسا منذ زمن الثورة. What Napoleon accomplished as first consul was really very considerable. He imposed order and he set up the basis of a durable government. تخلص نابليون من جميع المعارضين وجميع خصوم نظامه الجديد بطريقة قاسية. أدى القمع إلى تزايد الكراهية، حيث أقسمت جماعة غاضبة من المواطنين على أن يشعروا المستشار الأول بكرههم له. عشية عيد الميلاد عام 1800 اتجه نابليون إلى الأوبرا ليشاهد عرضاً لهايدن. أمامه على زاوية سان نيكيس كانت هناك عربة محملة بالبراميل العادية باستثناء برميل واحد كان مملوءاً بالمتفجرات. كان نابليون على عجلة دائما ومر مسرعا. بعد مروره بجزء من الثانية انفجرت القنبلة. تسبب الانفجار في مقتل 8 أشخاص وجرح العديد من الأشخاص، ولكن لم يكن نابليون من ضمن الجرحى. He actually went to the opera and put in an appearance there, and when news spread that he had almost been assassinated, the spectators simply rose up and cheered him. محاولة الاغتيال هذه أعطت المستشار الأول بونابرت العذر اللازم ليزيد من قسوته وليحكم قبضته أكثر على الحكم. Thereafter, people ask the question, what happens if Napoleon dies? And so Napoleon encourages the debate as to what happens to the state if he's not there. دعا نابليون إلى إجراء استفتاء وحصل على 3 ملايين صوت مقابل 800 ليتم انتخابه المستشار الأول مدى الحياة. ولكن حتى هذا لم يرضي طموحه. Napoleon is eventually convinced that in order to establish a really durable regime and in order to be accepted by the rest of Europe, he has to be a monarch.
أعلن نابليون ولادة إمبراطورية جديدة، إنها قاعدة أقوى من أي ملك أو ملكة، إنها مملكة يرأسها قيصر جديد، إنه الإمبراطور بونابرت. To declare yourself emperor was in no way the same thing as making yourself king. In making himself emperor, Napoleon, his contemporaries, did not see himself as becoming a monarch in the old regime sense of the term. He was occupying a Roman position that had all the glory that attached to Roman history. في الثاني من ديسمبر كانون الأول عام 1804 اجتمعت عائلة نابليون وحاشيته والبابا نفسه في ظلام كاتدرائية نوتردام. نابليون بونابرت ذو 35 عاما، رجل بسيط من كورسيكا، رفع تاج المجد الذهبي ووضعه على رأسه بنفسه. Staged this incredible, grandiose coronation ceremony for himself, but also to get the Pope there, to get the Pope in his presence, so that Napoleon would be accepted as legitimate by Catholics both inside of France and outside. I wanted to rule the world, and in order to do this, I needed unlimited power. The world begged me to govern it. Sovereigns and nations vied with one another in throwing themselves under my scepter. استطاع نابليون أن يحصل على اهتمام العالم كله، فليست هناك حدود لطموحه، ولن تكون هناك حدود لإمبراطوريته أيضا. The benefits of the coronation, in terms of the effect it had on Europe, the other monarchs, the fact that the Pope came to Paris and performed this ceremony was spellbinding. ليثبت نفسه أكثر، أراد هذا الرجل الذي نصب نفسه إمبراطوراً معركة عظيمة تدخل التاريخ. بعد عام واحد حصل على فرصة ممتازة. في أكتوبر تشرين الأول عام 1805 كان موقف النمسا عدوة نابليون القديمة عدائياً، أرادت أن تبعد هذه الإمبراطورية الجديدة عن شمال إيطاليا. قاموا بعمل تحالف مع بريطانيا وعملاق الشرق روسيا، فرد نابليون بجيشه العظيم على ذلك التحالف. سحق النمساويون بكل سهولة، ثم حان دور العملاق، فقد وجد نابليون الجيش الروسي يخيم مع القوات النمساوية بالقرب من مدينة أوسترليتز. Napoleon spends about a week before the battle going around the area, reconnoitering it, making sure he knows what's going on. He has about 100,000 troops gathered around this battlefield of Austerlitz. بدأ نابليون المعركة بخدعة. تظاهر بأنه ينسحب. خدع جيش العدو ليتقدم إلى كمين. إنها ساحة قتال محاطة بالجنود الفرنسيين المختبئين. قاد القيصر ألكسندر الروس إلى المعركة، ولكنه كان مجرد مبتدئ فيما يتعلق بالمعارك، لم يكن ندا لأعظم عقلية عسكرية في ذلك العصر. The men around the Tsar Alexander, including the Tsar Alexander, were young hotheads, and they were convinced that the French were vulnerable, and so they attacked. قاد ألكسندر جيشه مباشرة إلى كمين نابليون. قتلت قوات الجيش الفرنسي آلاف الروس. بالكاد تمكن القيصر ألكسندر من الهرب والنجاة. اعتقد العالم أنه انتهى. نابليون سقط وحكم عليه بالنفي مدى الحياة. اعتقدت قوات التحالف الأوروبية أنهم لن يسمعوا عنه شيئا، ولكنهم كانوا مخطئين. في أقل من 100 يوم سوف يتمكن نابليون من التحرر من منفأ. سيسير إلى باريس وسيقود الجيش. سيستولي على القارة كلها في معركة ووترلو. إنها الحملة الأخيرة للمطالبة بإمبراطوريته والاستسلام إلى الأبد.
في أحلك الأوقات، لحظة انبعاث هذا الغاز بدأت بسقوطه. عام 1814، الرجل الذي كانت أوروبا كلها تحت سيطرته أوشكت إمبراطوريته على الضياع منه. أرهب نابليون بونابرت قارة أوروبا كلها، والآن سوف يواجه الإرهاب بنفسه. إنها إهانة الهزيمة. البارحة أجبره أعداؤه من قوس. حكموا عليه بالنفي مدى الحياة. كان خائفاً مما سيواجهه، وكان يشعر بأن ماضيه يلاحقه. قرر بونابرت أن يبتعد. ابتلع كمية كبيرة من السم. بعد حوالي عقوات التحالف، بريطانيا، روسيا، بروسيا، النمسا، على التخلي عن عرشه. كلف طموح نابليون فرنسا ما يزيد على مليون قتيل. وفي لحظة انتهى كل شيء. اشتملت إمبراطوريته على أراض تمتد من موسكو إلى مصر، والآن فقد كل شيء. أصبحت فرنسا مجرد ظلال للمجد الذي كانت تزهو به. واجه الإمبراطور مستقبلاً مظلماً. اقتحم أعداؤه بوابات باريس، عقدين من الغزوات. استسلم نابليون. Napoleon clearly feels that the game is up. All the hopes that he's trying to wriggle out of this desperate situation, he suddenly finds that there's nothing else to do. He wanted to go out in a blaze of glory, and if he couldn't do it by winning, he wanted to do it by dying as gloriously as possible while he was still emperor. تصميم نابليون دفعه للانطلاق من تلال كورسيكا إلى شوارع الثورة الفرنسية. من أرض معركة روسيا إلى عرش الإمبراطورية الفرنسية التي كانت تنافس الإمبراطورية الرومانية القديمة. When Napoleon was just 23 years old, he was still unknown. 4 years later, he was the greatest general France had seen in centuries. 2 years after that, he was the ruler of France. 6 years after that, he ruled the largest empire that Europe had seen.